ثم اوه هنا اي في جيم. لا يا رجال جيم التعدى جيم 28 مش هو وجودي واجد عودا. ما في هنا مش اسمه يا حظه تكفى اتني معهم الحين هذا بيض انا اسف الشارع ما راح نشوفه الا بعد 90 يوم تدري ايش يقولون احنا عندنا في الدوره طبعا ما قد دخل دوره في حياتي بس اسمع واحد من العيال فهاوه ألف تخيل لا لا فاهي 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 هذا لو وش ما يسوون العالم وش ما يسوي الرجل وش ما تسوي المرأة ما يجيبون مثله كفهاوة تقول من أنت على طري على طري فهاوة يقولك ها على طول وين عايض على طري فهاوة ها على طول من أنت ها كذا دخل الدورة في عسكري جاء قال له ترى الرصيف اللي برا وانا وردي الرصيف اللي ورا صار لونه وردي صار لونه وردي ليه هو قال لك نكته انا ما بعطيك نكته يعطيك سؤال ان شاء الله انا اسمع سالفته إيه؟ الرجال يقول الرصيف اللي ورا صار الرصيف اللي ورا صار وردي انت قلت ليه اي من وش صار وردي وتصدقت عندك سالفته والله سالفته بايخه انا صدقت شفت قاعد تتهي نفسها لا ما صدقت انا قال انا صدق ليش هو صدق صدق ان لونه وردي قال لي من اللي صدق هذا شكله بعد هو قال لي هذا هو انفهي الحين الثاني انفهي والله انفهي والله اللي ما قال لي اللي شاك هو جاي خاش والله انفهي لا يا شيخ السالفه وش طيب السالفه وش سالفتي جويع اي عسكري شيء جويع صدق كله بونه عاش علومه صار وردي طيب وانت قلت ليه انت علمني طيب ليش صار انا جايب بيبسي لانه غبي 30 جمعنا على العرش الزوا طاع وانت باركنا في قائمه في قائمه مهبول تعال شفت منها يا مسفر 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 علي ما هلا انت يا ولد خلهم يعطونا العشاء اي والله تاك لا تجي الا هو معك اي يا علي يا فهد شرب سعد تشرب الماء لا يقطع ضماي شرب سعد كوره يرويك ليل ايش فيه؟ شنو فيه؟ والله عاد في احد في المجلس هناك؟ يا رجل منهم؟ كل شيء مسبح مكان بارد يا ولد انا جاي مسبح انا مع مسفر من هي؟ من خبيت لقيت فيه 15 مسبح كل ما مره راحت اخذ مسباحه كل ما مره راحت قال عطني هذا بالمجن احتال امر كفو ما يمر ريدي الا ياخذ اللي معهم يمشي عقب ياخذ السباح بس من عقب من؟ مجن احمد كل ما مرك رجال اخذت منه حاجه شنو سروق انت اخذ من المطاليق ولا اللي مثلك ماني باخذ منه يعني تسرق مطاليق اي نعم لاني لا يلف على نفسه تسرق مطاليق اساسا المره ما تعق في الريج هذه من حاجك ايش عجبتك يا ولد ها هذه من حقات البر من حقات البر صح من حقات البر لا حول الله أقوله تسلم يقول أحمد مطالي نوم أذبح هاي عيني كيف أذبحني أذبحني أذكر أي أبوك أذكر كيف يا سعيد كانت عندي سيارة نفس نمر هذا حلو أيام المراهقة طبعا انت كل شيء مراهقه كان انت باقي في نص الوقت يا شباب عمرك 20 عند هادي 20 اسمع جيت اطول العمر كيف النظاره وسيارتي ما فيها بريك بعد شخصيتك اصبر سيارتي ما فيها بريك كلش احنا في حاله فبراير تقول بيطري غنم العيد الوطن ايش عندك يا ضبط السياره يا ريجي يا المخنز مواليد جديده عاد مواليد تحوسك كشخة سيارتي كشخة على ديدسن حط موالين شو ديدسن تقول لاند لاند علي حمراء كشخة كشخة سيارة آخر مدينة قديم ولا جديد 2003 300 سيارة وضبطها طيب صابق داقرة وصابق دا وما أدري وش مسوي بركب خط جديد مستمتع داخل الجو برمجت ما أشوف كنت سريبيت قبل برمجت ما أشوف أحد شيء ها علي جبت علي 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 إلا سريبيت برمجت أيوة لا 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 ما له لا لا ما يبكده ما يبكده لا لا ما يبكده حرام عليك دلنا عذر أنا سألت شلون ما صار ها سلبتك إيش معك والله ثلاثة ما هناك ما شفت المهم ما ضبط السيارة طول العمر ها وجيت بعرضها ببيعها
انا واحد نلعب. ها خلاص اليوم بعرضها، مو بكره الصبح بعرضها، بصورها الصبح بعرضها. تبيعها؟ ببيعها. طلبت النعش مثل الشريطين وانا احسب انها نواف. المهم واخذ واخذ. تكفى تكفى تك، طالبك طلبه. خلينا نصدق. المهم واخذ نفس اليوم واطلع. احنا عندنا شارع اسمه شارع الغوص. الغوص الغوص تعرفه صح؟ شارع الغوص. شارع الغوص هذا وش هو؟ شارع الغوص هذا شنو؟ كله سباق، كله سباق. حلو. لبيك اسلم اسلم. بيجون عشاء الحين، كل واحد راح ياخذ كيس له. ايوه. ناكل على الطاولات مو برا. زين؟ تخلص وتلفه جاي نظيف. طيب عشاء استهدوا بالله استهدوا بالله. ما عليه ما نختلف. تاخذ انا فهمني تاخذ كيسك بعدين انت بتجمع كيفك. بس في ضيف جاي هم عنده بالتسويق عادي. والله بيجي ضيف والله. فقالوا لا ياكلون برا. هنا. الحين بيجي ايه؟ وين ناكل؟ داخل. على الطاولة. المجلس. اسلم. على الطاولة. شوف طاولتنا. يبي يصورونا تدري شلون او قيس يبي يصورونا تقول حنا ما شاء الله. تكفى صب لي مرق عرب مال الكويتيين هذا. مرق ما في شيء في مرق. ينون ها؟ في مكبوس دياي. اسمع في مرق علي. روب شيء. هذا. روب. شباب شباب انتم دخلتوا في الاطباق. انتم دخلتوا في الاطباق. ايه قلنا نسكت في البدايه. عندي سالفه انتم دخلتوا في الاطباق. اسلم. اقدر اكمل سالفتي شباب ولا ما اقدر؟ معك معك قلبا وقالبا. ما تبغى اسمع السالفة اروح داخل. لا 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 اطول صحراء العالم. لا 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 الربع خلاص راح راح اسلم يا سخيف يا سامي. شربوت في غش شريطي. المهم شباب قول لها الله ترى السالفة كل ما ذا كل ما زهقت اسلم 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 ما عليك. والله احنا نقول مقاطعة يا مسلم عطنا سالفة. طيب ابتل ابتل لك حلال. يناشب اكثر من اللي يسولف. انا بناشب اخذ حقي حقي وين يروح. المهم اقوم اتخشر على الغوص هذا اللي تتعرف ترى الغوص هذا كله شنو؟ سباق. حلوين؟ شوف التناحى اللي فيه جات فجأة كذا. وقف جنبي واحد. قلت سابق كذا قلت سابق قلت ها؟ ما ادري وش كان عاد عندنا مشكلة. قلت سابق ايش؟ لاند. كلام ذا من متى؟ قبل كم؟ قبل 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 كورونا. قبل كورونا قبل اسلم اسلم يا ابو ذا. ونطلع انا وياه. واحد اثنين لا بواحد هذه واضح انها للقومه ناريه. اسمع سمعت على الرجال كذا قلت له كذا واضحك طرابع دوس رايح يموت قال كذا يا رجل وطالع قدام ليت احمر اشاره لا العالم كلهم بريك قدامي دوار اها خش كذا 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 امسك بريك امسك بريك ابي امسك ما في بريك بريك ما في نسيت الاشاره بدون بريك ورد اثنين ورد اثنين وش اللي مسك عرفت البككس اللي يشبك التايرين الله 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 وقفت وقفت التواير اللي ورا ها البولين على طول البولين ثقيله كبيره ايه. على طول يدور يعترض الموتر كذا هو يوم اعترض وقطع هنا يوم قال خلاص ابي اشكر الموتر ابي اسلم بروحي ما بدعم العالم يا ولد واطمر الرصيف وطيح على جنبك على طول ودش في الشبه الشبه الاناره شبه الاناره دي حقك شنو المصوره دي ايه مصر وادخل فيها شبه عندنا قهوه شاي يا رجال اسمع وانزل وانزل من السياره طلع السياره طاحت على جنبها كذا وتعدلت حلوين فتحت الباب انا واحد جاني يا رجال خفيف عرفت الخفيفين ذول اللي يجونكم في حادث ذا قول له والله ما شاف شرني هذا ترى فينا ترى فينا انت ابوك جوالي توني نازل بالسياره ما قلت بسم الله ايه توني نازل الا ذا الخفيف ذا اللي جاني اسجد 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 انت بغيت تموت يقول لي انا سجدت على طول صدقت على طول سجدت انا رخوي ساجد شرق المهم الا في واحد جاني هناك انا حقدني ساجد الا في واحد يصيح عند راسي يقول انت بغيت تذبحني انت بغيت تذبحني انا الحين ساجد كان تسجد معي تعال كلامك المهم يجي عند راسي الرجال يكلمني يكلمني انا مو بعي ليه بتروع خايف خايف موقف يروع صدق تخيل بغمضه عين كذا صار موقف هذا وانا مخطي في مو في يد ثانيه كذا قلبت على طول تخيل ثانيه قلبت بدون انتباه بس عشان لفتت وجهي اللي لفت يسار وطلعت قدام شفت السيارات كلها موقفه قدامي ولا راح ادعم العالم اللي قدامي ليكم في بزر ولا مره ولا شيء بس فيهم شيء عشان منع عشان هادي. يا ما تسوى. ايه المهم وانا اتكلم حريجي يكلموني انا ماني بوعي. يا ريجي انا مو صوب احد. اسمع بس صوت واحد. انت ما فيك شيء بس. لا
اسمع صوت واحد يقول حوته ما يجي بغيت تذبحني بغيت تذبحني كل اللي ابن حلال من اللي برايق لك يا رجل وصل عليك قلت انا ذبحتك قال لا قلت جاك شيء قال لا قلت سيارتك فيها شيء قال لا قلت اذلف صدمني خلاص قلت اذلف روح امشي هو انصدم ربي وانا بتروع خايف بيخليك بيقدرك بيخليك لا تلوم اخوه زياده لا تلوم لا ازعجني قلت في شيء يا رجال شو السالفه ايش صار عليه يوم طاحت الاناره الليت يوم طاح ايش طفت سيارته بس كان بغيت اذبح مو صوت مو صوت يقول طحت راسه ما طاحت على السياره يموت ما يموت ما يموت خبط وتخبط لا 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 ما يجي شيء لا لا بس خلاص بجيب لمبه بكسرها بضربها والله ما يجي شيء لمبه لمبه والله صوره الماكينه مغيره الماكينه مغيره هذا بيضه تعوره كيف ما صورت سبحان الله حظي الخايس سبحان الله انا كل ما جيت ابيع سياره قبل ابيع من اللي يدعسوني لا ثرفت بالبيع هجل من جاك احد يشتري اخر سياره اللي هي مو طريقه قبل تقريبا رمضان وصرمان لكسزي تري بايع قبل لا ابيعه كنت رايح كوفي كوفي اخوي وانا رايح طبعا في حديد مثل سياج اللي يجي جنب الخط اللي تفقع الكبر ابي الحديد الحديد هذا شو اسمه الكبير سلاسل سلسله ذي حاطينها بس كبير هذا كبر حاطينها وين؟ حاطينها عند البحر انا ما دريت ان هذا في سلسله واجي وادخل شيرتي على طول اسمع صوت الطبوف ضرب وش ضرب المدقر المدقر مدقر موتري صدام انت اختلفت علينا في صدام صدام انت كنت كويس في ثمان ايام اللي خلف لا اللي تابع مسلسلاته كثير يا فهمي يا مو بهالدرجه تابع مدقر إيه؟ اللي ورا اللي ورا اللي ورا قدام مدقر معروف صدام الرفرف لا انت عمي اسلم قسم بالله يا رجل بغيت اموت تخيل اي سياره عنده عليها عادي